صباح النور وصباح الفل للناس الكل. ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم بتتفرجوا في الفيديو متاع اليوم. يا نسرجح رجح انا سرجح برجحها. شو ولدي رجح ما لكم نهار سبت وحد دي منخليه نهيه نبدا نستناها من اول الجمعه، ما نعمل فيه حتى شيء، حاجات بسيطه مش ما نعمل فيه حتى شيء لمحاله، اما ناخذك 10 دقائق للدار جست كحاجه خفيفه واكهو من نعمل حتى شيء. كما اليوم قمت افطرت وخرجت كما تشوف الفروشه، دي نقول لكم ديما خرجوهم حتى كي تبداو ما عندكم مش قضيه يا ناس. كسرها رجعها عيش ولدي، بر رجعها غادي بر رجعها ما هاي الكائنات اللي ما تخليكش تصور كل يوم. ها واي حاسيلو باش نمشي توا نخمل شوية البيوت، حاجة خفيفة وكهو مش حاجة كبيرة، ننظم طاولة الكوجينة ومنمس حتى شيء آخر، ومن بعد الفطور ان شاء الله في دار حماتي باش يتلموا طفلاتي، غادي اخوات راجلي معناها باش يتلموا، وباش نعدي نهاري غاديك. ولدي الكبير مشي مع حناته اللي هي مشي مع ما معناها، ودانا مشوا للصو يجمع في الزيتون وقعد معايا كان الكائن هذا. انا مشي واحنا تو ننظمو شويه، ناخو حتى 10 دقائق ناخذ حتى 10 دقائق نظم فيهم البيوت ومن بعد نعم نعم دير رجع ما دير رجع عايش يجي رجع عايش يجي رجع يمشي يمشي رجع غادي بر غادي غادي رجعها غادي بر حطها هيك حطها ما وحطها اوكي مقلوب صحيت يا ربي تكبر وتتفرج في الشيء اللي تحاولوا فيه. انا هذا انا شي وي باش نعمل مسحه خفيفه لل كان تراو في البلايش، وقد ما نمسح و يطلع شوف شوف كيفاش يظهر اي تراس متاع ساقين يظهروا، لازم نعملها مسحه خفيفه، نحبش هيك نلقاه بلايص بلايص فيه، نحبه ديما نظيف. عندي نهارين يمكن ولا ثلاثة ما مسحتوش، هاكا علاش هرجع حمو مسحتها ساي وهانا سكرتها ظلمتها، ما في باليش راني باش نمسحها والله تعبت، في بالي ماهيش باش نمس فيها حتى شي، ما نجمش نصبر نرا حاجة مش عادية ما نجمش نصبر. باش ندخل طول البيوت باش نركح بيت الصغار، حالتها زيدة الليلة عندي برشا تبش هني وكهو، مسحت لهم الغبرة هني هما ما يقعدوش فيها برشا البيت هذي ساعات وكهو، خرجت منها هكا كل محل أهم حاجة التواليت وبالبال نمحكهم ونمسحهم ونرتاح عليهم، ومن بعد نعمل مسحة خفيفة الكلوار هذايا والكوجينة. باش نقول لكم حاجة، دي مرة في الفيسبوك تحكيوا عليها، يحكيوا على الريحة كي تمسحها يقعد في السيراميك ريحة خايبة. اني هذوما شريت عندي 3 كعبات الحقيقة من اروع ما جربت، الكاليتي متاعهم كيما البشكير هذي هاكا ساهي بديت تتهرى شوية، عندها برشا راهو دي عندها قشرة، وبعد ما نغسلها بالجافيل ولا صابون ولا حاجة ونحطها تتنشر. أهم حاجة باش ما تخليش ريحة للسيراميك، لاحظتها وقت نبيت الشيقة اللي نمسح بها نبيتها في المي ومن بعد نمسح بها تطلع ريحة خايبة. نتصور برشا يعرفوا الحكاية دي انها تطلع ريحة كيما ريحة العظم في السيراميك. حاجة خذها نصيحة انكم تبيتوها معناها بعد ما تغسلوها تبيتها منشورة وما توصل تمسح بها الدار الا ما تكون شايحة، تخلي لك الريحة ما تخليش الريحة مع اي البرودوي اللي باش تعمل بيه هو نفسه الريحة اللي تخليها لك، اما اذا استعملتها وهي غاثة بالمي نتاعها راهي تخلي لك ريحة خايبة 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 على الاخر في السيراميك. نحكي على السيراميك اللي عنده زليز ما يعانيش بالمشكلة هذه بالكل.
اني كملت باش نمشي، باش نمشي نعمل لك جوماج و اللي ديما نحكي. حطينا 4 كعبات عظم وساشي سكر فانيليا، تو مش نحطوا الكيلة هذه سكر سكر وقدها حليب، اما تو مش نركب الساعة العظم والسكر مع بعضهم، وكان عندنا نحط شوية ملح. رشة ملح وشوية سكر. كان نحبك كيما جيت لدارك وقتها، مش فيك ما رحيتش بكل القارص، قصة قصة وارحام كل مع الخليط. تمرة مش عند الوسط نتاعها نجرب ومقرفة لكن نهار عملت كيك راه اللي ماني كله رحيت ما وعملت انتي فيه ليم جاتو. مش سيترون شو الفرق زعما؟ هذا والله مر، هذا يعني وقت عملت بيه في هذا باش تعمل بيه ليمون، هذا لما تغليه باش ما يقعدش مر، باش تعمل بيه ليمون ما تصورش هذا العصر. اي طفلتي الاخرى تقشر في الثوم. لا عادي بالجمه الاخرى تقضي بالحانوت اسطل وما زيد الطيب في العشي. وين صور؟ وين يتصور؟ اسطل فيت اتونسيون، نزيدو السترون، مازال تحب السترون، طيح الدم مش باهي. وليش ترحاب الخليل؟ محلاه، قريش تعرف بلا صغيرة والله محلاه. سوشو زي نصيح لكم قلب عمرك يا ودي تدمدع وحدك يا رفتي نحل القلوب يطب نح يطيح لكم زيدوا الناس كعب. انتي قارص وش؟ مش هطلع قارص هو بنين تاع السيفون. انتي زوز ونص ولا قديش؟ زوز ولا قديش؟ يعني حددت 4 أظن، أما عد برشا الكيس كبير، عرفت مش نجربوا من لون الزوز ونسيت نشوفوا معناتها، خاطر مين تعرف الفارينة انتي والنوعية. حطوا كوانتيتي كبيرة. حتى بكري ريت اني نغربوها هاي نعم شي زيت الكبر والله تحس ان انت حطيت شلخ الفرينه الاخرى ورينا الاخرى وخذا بوزي زيد تصلح مخرج
اصلح محيطك في الموار. طب ما تعرفوا على شنو؟ على التصوير معناتها تتفكر في يقولوا بضايع شو اسمه عاد؟ قصي قمر. باش نعرفوا شو نكسكسوا قدام النار ولو ونحوروه. كنت اضحك كيف بنسيني كيف اي خبرة فرد اي خبرة والله انا الموتى ليه تبدا لا اراك الله من فوق ما كنت وضوء لازم نجيب هو بروجيكتور اها انا نعم وقال لي